راه كلشي سمعتو في هادشي اللي وقع لهاد الروسي في مصر. واش نتوما مرار؟ حاولوا تعلموا ما امكن تعلموا في هادشي اللي وقع لهاد السيد. الا والله كنتو كتعوموا ولا كنتو في البحر وجا لكم القرش، حاولوا ما امكن تطبقوا هاد القضيه. البحر راه ديال القرش والتيران راه ديال القرش، انت هي لعب فيها. والحاجه الوحيده اللي خاصنا نديرو هي تطبقوا هاد القاعده اللي غنقول لكم. الا جاب الله جا لكم القرش او لا التمساح الى غير ذلك، الحاجه الوحيده اللي خاصكم ديروا هي ما تهربوش. فين خداك فين قدك الا كاع عربتي؟ راه غتهرب غيشدك غيشدك، هو غادي 1000 كيلومتر في الساعه وانت بغيتي تهرب ليه؟ ما يمكنش نهائيا. الحاجه الوحيده اللي خاصنا نديرو هي نوقفوا بلاصتنا وندمر ونشوفوا فيه، نشوفوا في عينو. ما تهربش، شوف بعينك وحاول تضرب بالماء، حاول تضرب بالماء هكا باش كل ما تيقرب ليك تضرب بالماء. على الاقل هكا تدير هكا باش يجي مباشره وياكلك. ها انت تكليتي وما ضربتي لا تمر لا والو. اما الا جاب الله هربتي هربتي راه غتكال غتكال. دونك طبقوا هذه القاعده الاخوان، اي واحد